السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عايز اطلع من بدري بس الشارع كان زحمه والناس فوق بعض كده فما عرفتش اطلع. البوست اللي هو بتاع الجراوي اللي انا نزلته النهارده ده، في ناس كتيره قوي دخلت لي على الخاص بتسال على حاجات تانية برضو بخصوص الجراوي، وناس في الكومنتات برضو بتسال على حاجات عشان الجراوي والعناية بيها وكده. اولا انا سعيد جدا 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 ان انا لما ببتدي انزل بوستات توعية عشان الكلاب وكده ان لسه في الاقبال ده، وسعيد جدا جدا بيكم وبثقتكم فيا ده اولا. فالنهاردة انا هتكلم في الفيديو ده، هحاول الم شوية حاجات كده هنتكلم فيها على موضوع الجراوي برضو، تمام؟ ولو في حاجة حد عايز يسأل عليها برضو ممكن يسألني عليها في الكومنتات هنا برضو، حاول ان انا اقرأ. هنتكلم من اول النهارده، هنتكلم من اول ما الام بتولد، على من 60 ل 65 يوم، ده ميعاد الولاده بتاعها، تمام؟ اول ما الجراوي بتتولد ملناش اي علاقه بيها خالص الا ان احنا بنقطع لها الحبل السري بتاعها وبنبتدي ان احنا نطهر للجراوي وخلاص على كده. احنا بنسيبها تحت الام هي ترضع. طبعا بنبقى عاملين مزرعه لبن او متاكدين ان الام دي الصوت كويس، بنبقى متاكدين ان الام ديت اللبن بتاعها ما فيهوش صديد وما فيهوش مشاكل، خلاص بنبتدي ان احنا نسيب الجراوي ترضع لغايه ما بتبتدي تفتح عينيها على عمر 13 او 14 يوم. بعدها بثلاث ايام بيبقى ال 17 يوم او ال 18 يوم في الحدود دي، بنبتدي ان احنا ندخل للجراوي اكل بسيط، زبادي لايت، بعدها بكام يوم سيريلاك قمح، حاجات بسيطة. انا ما بحبش ان انا قلت قبل كده ما بحبش ان انا الجرو يبقى تخين، لسبب برضو هقوله دلوقتي، يمكن حد برضو دخل لي خاص وسألني على الموضوع ده. ببتدي ان انا ادي سيريلاك مع الرضاعة، ببتدي ادي زبادي لايت، ببتدي اكل دراي. انا لغاية الجرو ما بيبقى عنده 3 شهور ما باكلوش الا دراي، بس في ناس بتاكل مستوي فراخ مع رز مع خضار، في ناس بتاكل مع عيش، ما كل ده تمام، كل ده صح وكويس تمام، مفيش مشكله، بس انا بفضل الدراي فود مع الرضاعه لغايه اما يتفتن. الموضوع اللي انا قلته النهارده بتاع الموضوع ده مهم جدا جدا وما يقلش اهميه عن التطعيم، ما يقلش اهميه عن التطعيم. ليه؟ لان الديدان دي بتعمل تهتك في جدار المعده، فبالتالي الكلب بيحصل له نزيف، وبالتالي انت بتفتكر ان هو عنده بارفو وبتبتدي تتعامل معاه ان هو بارفو لانه بيقطع اكل برضه مع بطنه تعبانه. وهو اصلا التطعيم مش هيعمل له اي حاجه ولا علاج البارفو هيعمل له اي حاجه، فلازم من اول خالص بنبتدي نطعم الجرو، بندي له جرعه ديدان، والاحسن ان هي تبقى بيطري، الاحسن ان تبقى بيطري دورنتلا او اي منتج بيطري. يعني سيبك من موضوع البشر ده عشان ما بيجيبش النتيجه فعاله يعني. تمام، ثانيه واحده بس اشرب صحب. بس هم عنده 25 يوم هبتدي اجرع الكلب، في السن ده هيبقى ربع حبايه دورنتال، يعني الحبايه هتكفي لاربع جراوي. بعديها ب 15 يوم هديله الجرعه الثانيه، وبعد جرعه الديدان بخمس ايام هبتدي طعم ثنائي، وبعد جرعه الديدان الثانيه بخمس ايام يعني ب 15 يوم من جرعه التطعيم الاولانيه هبتدي ادي خماسي، وبعدها ب 21 يوم هدي سوماني. ايه تاني عن الجراو اتكلمنا؟ على موضوع الاكل، في حد كلمني على موضوع الاكل من شويه ان الجرو بتاعه ما شاء الله تخين قوي، فرجله بدات ان هي تعمل كده تلين قدام الاربطه بتلين. هو الفكره كلها ان الجرو ده هو صغير بيبقى الاربطه بتاعه مفاصل ايده ضعيفه لسه، فانا بفضل اديله اكل، الكلب بياكل، جارو يعني بياكل ما شاء الله، اي جارو بياكل مع اخواته هياكل، فبالتالي هيتخن، فرجله مش هتشيله كده، رجل الكلب نفسها مش هتشيله. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اديله وجبات، وقلت قبل كده غير مشبعه، الوجبه تبقى غير مشبعه تمام، وتبقى ثلاث وجبات في اليوم. موضوع السيراميك اللي احنا بنتكلم عليه، الناس فاهمه برضو ان الزحلقه بتاعت السيراميك او كده هي دي اللي بتعمل لين العظام، لا هو سيراميك اسمنت حاجات من دي كلها، كل الكلام ده بيعمل اللين ده. ليه؟ لان الوزن تقيل
والاربطه ضعيفه والارض صلبه، انت يعني فاهم انا بقول ايه؟ يعني الوزن تقيل والاربطه ضعيفه والارض صلبه، فبالتالي الجرو ما بيقدرش ان هو يتحمل الوزن ده، عشان كده دايما يقول لك مشيه على رمله، مشيه في نجيله، اعمل كده. تمام حبيبي، ربنا يخليك يا باشا، تسلم. ده بالنسبة لموضوع الأكل، برضو حد سأل عليه. بالنسبة لموضوع الشعر، كان في حد سألتني أو سألني عليه برضو، لسه شايف الكومنت دلوقتي قبل ما أدخل لايف على طول. لو كلب كبير ممكن تجيب له زيت سلمون، أو تجيب له زيت سلمون أو أوميجا 3، كل دوت بيبقى حاجة كويسة للشعر. زيت زيتون برضو كويس أوي لو هتحطه مع الأكل، دي هتبقى برضو بالنسبة للكلاب الكبيرة كويس. والكلاب الصغيره هو كده ولا كده الشعر بيتغير، يعني لو جرو كده ولا كده الشعر الوبر ده بيتغير وبيطلع الشعر الجديد على عمر 4 أو 5 شهور يعني، فده مش مهم قبل كده تعمل اي حاجه. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يخليك يا استاذ احمد، الله يخليك يا باشا، ربنا يبارك لك يا رب، تسلم. والله عايز اطلع اللايف ده من شويه عشان انا لميت شويه اسئله كده، وكنت حابب ان احنا نتكلم فيها مع بعض، ولو في حد عنده استفسار يا ريت يقوله. الغلطه اللي غلطتها مره ان انا مشيت ورا كلام ناس يقول لك ما تطلعش لايف، ما تطلعش فيديوهات وبتاع، واتحرمت منكم بجد يعني، اللي هو لا اولعوا بجاز بجد، انا بحبكم، هطلع لكم، واللي انتوا عايزينه انا هقوله، واللي عايزين تسألوا عنه اسألوا عنه وانا هجمعه واطلع اقوله، واللي مش عاجبه يشد في عاجبه يعني مش فارق معانا. فكده احنا قلنا على موضوع التغذية، وقلنا على موضوع التطعيمات، وقلنا موضوع ان انت تحمل كلب برضو، ما تحميش الكلب قبل ما يخلص تطعيمه، وياريت يبقى في الشقة او في البيت، وياريت يعني تنشفه كويس، او لو في سشوار كمان ياريت تنشفه بيه احسن. ايه بتقول ايه؟ معلش، الكلاب الكبيره زيت زيتون، الكلاب الكبيره يا عبده الاحسن خالص في زيت سلمون كده، ابقى اوريكم العلبه بتاعته، لا مش غالي، ما اعرفش الازازه ب 90 جنيه كبيره كده، هتدي له بس للكلب كل يوم 5 سم. انا جبتها الهارد قبل كده، اديته 3 ايام بس ما شاء الله هو وقعها وكلها، يعني هو خرم العلبه فمش هجيبها له تاني، مش ناقصين خسار. عليك يا حبيبي، ربنا يخليك. لو في حد عنده اي استفسار بقى يقوله كده، عشان انا برضو مش مجمع كله يعني، مش قادر اجمع كله. موضوع الديدان، هو اللي كان بيسال على موضوع الديدان، هي بتيجي للجرو ازاي وهو صغير؟ الام لو عندها ديدان اصلا هي هتتنقل من الام للمشيمه عنده، يعني هتنقل عن طريق الحبل السري وهيبقى عنده ديدان برضو. الديدان بتسبب هزل للكلب، هزلان، ضعف عام، بيبقى معضم مهما اكل، صحته، لون عينه مطفيه، حاجات كتيره قوي، وممكن تعمل فعلا تهتك في جدار المعده ونزيف وانت تحسبه حضرتك بارفو. فموضوع ان انت تدي للكلب جرعه الديدان دي مهمه جدا، ومهم جدا ان كل 3 شهور لازم الكلاب الكبيره تاخدها، لازم. مفيش كلب مش هيجيله ديدان، بتاكل ني، بتاكل مستوي، هيجيله، هتجيله. طب اخسس حجم النتايل عندي ازاي؟ قلل الاكل ومشيها بس. قلل الاكل ومشيها، لو بتدي وجبه واحده وتخينه انت ممكن تدي يوم او يوم لا اصلا، يعني ممكن تاكل الكلب. انا بحب اخسس كلب عندي باكله يوم بس، الموضوع ده مش هيستمر كتير، هي هتخس اوريدي، فاول ما تبدا انت تخس ووصلت الوزن اللي انت عايزه ابتدي بقى اكلها كل يوم عادي، بس يبقى نص الوجبه. واصله لك؟ ما اعرفش، حاسس ان انا قاعد في دوشه كده، مش عارف، فوق عندي احسن. والله كنت مهتم بيها بس عشان شغلي، ف مش عارف الم الكل ده، يعني مش عارف الم بكل ده. ما طبعا كان في شويه ناس محبطه كده، عارف انت يعني، ناس دخلوا حياتنا كده محبطه، ويا ريتهم ما دخلوا اصلا في حياتنا، فخلوا الواحد يحبط. بس انا مبسوط. مبسوط، مبسوط بيكو، مبسوط ان انا بدات اطلع تاني، ومبسوط قوي ان انا بفيدكم، مبسوط قوي ان انا لو عارف معلومه بفيدكم، انتوا لو عارفين معلومه تفيدوني. الاكل الني طبعا يا استاذ عمرو حلو جدا. بتقدمه له ني؟ بتقدمه له ازاي يعني؟ الاحسن يبقى مفروم، ممكن كمان يبقى معاه خضار ني،
بيض، لو تحط سمك، يعني على حسب مقدرتك. من اول لو عندك يا سيدي رجول افرمها واديها له، لغايه رجول وهياكل وعفشه والحاجات دي كلها تقدر تفرمها مع بعض برضو تديها له زي الفل. ربنا يخليك يا استاذ احمد، تحت امرك. لا ما تدلوش غلوة خالص، هو كلب في الشارع بياكل اكل ني عادي، لو فرخة ميتة ياكلها، ما تدلوش اي غلوة خالص، بالعكس اكل الني مفيد قوي قوي للكلاب عن المستوي، وما فيهوش علاقة، ماليش علاقة، مفيش علاقة من الاكل الني والسعار والكلام الفاضي ده. السعار ده فيروس، والاكل الني ده طريقة اكل اصلا، فملهاش علاقة اصلا. الاكل الني ما بيجيبش سعار، مفيش حاجة اسمها الكلب شرب دم سعر. حبيبي يا استاذ حسام، والله حصل لنا الشرف يا فندم، والله تعليقك على دماغنا، اهلا وسهلا. ربنا يخليك يا استاذ ايمن، ده نورك والله، ده نورك يا فندم. حبيبي يا ديف، وازيك يا باشا، عامل ايه؟ والله العظيم تلاتة، اللايف نور، اللايف نور. إذا في حد عنده سؤال بخصوص الجراوي النهاردة فيسأله. السجاير مضرة بالصحة؟ اه ما انا عارف. ما انا بشرب صحلب معاه، في لبن. ربنا يكرمك، يا ريت لو تعمل بث او فيديو ازاي اشتري كلب وايه وايه هي التقليب الكويس المفروض اجيبه، واعرف تقليب الكلب. حاضر ماشي. وبص، هو انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، بس انا ساند الموبايل على كوبايه. ايه صباح الفل. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، هو التقليب الكويس، مفيش حاجه اسمها تقليب كويس، هو في مستويات تقليب، تمام، او في مواصفات متدرجه، يعني من المستوى الادنى للمستوى الاعلى، ده بيبقى على حسب الاهالي والجدود وحاجات كتيره قوي. الافضل انت تشوف الاهالي، ويبقى في بريدر كويس بتشتري منه وموثوق فيه كمان. ربنا يخليك يا ابو نبيل، ده نورك يا حبيبي، ربنا يبارك لك. شكرا يا باشا، الله يخليك. ممكن اقولها عادي، ممكن اقولها عادي، طبعا مش فاهمين ايه، بس ماشي. انا شفت الرسالة وممكن اقولها عادي جدا، ما بيفرقش معايا. استاذ محمود منور الدنيا، والله يا حبيب قلبي، والله العظيم وحشني، وحشني والله العظيم يا استاذ محمود، يا جمال يلي كل شوية تبعت لي محمد منير. بص، ريحة الكلب دي ممكن تجيب بودرة تلج وترشه بيها. النظافة طبعا المستمرة ما بتخليش في ريحة، الأكل الني ما بيخليش معايا في ريحة. ممكن تحط للكلب زيت جوز هند، ده كويس قوي، ده حاجة كويسة برضو، وتسرح الكلب مش هيبقى ليه ريحة يعني. والحموم المنتظم بقى في الشتاء كل 15 يوم 3 أسابيع ماكسيموم، في الصيف كل أسبوع بيستحمى وبيتسرح. ان شاء الله ان شاء الله كريم، عشان عايز اربي حاجه من تابع. وشكرا، تحت امرك يا باشا، تحت امرك والله، تكلمني وتنورني على راسي والله. ربنا يخليك يا استاذ محمود، حبيبي يا باشا، والله ده نورك انت، والله العظيم الله يبارك لك. انت ممكن تحط للكلب زيت جوز هند او زيت زيتون يا استاذ صبري، الحاجات دي كويسة. وزيت الزيتون ممكن تحط له على الأكل، وممكن تديله 3 سنتي كل يوم في بقه عادي، مفيش مشكلة.
في كذا نوع من الزيوت، انت عايز الزيت ده ليه اصلا؟ كريم انا شفت الرسالة بتاعتك دلوقتي بس انا لايف، هخلص وهخش ارد عليك يا كيمو. حاضر حبيبي يا باشا. انا عايز ابعد كده عشان انا مش عارف انا لازق في الشاشة ليه كده. حبيبي يا كريم، ربنا يخليك يا باشا، والله وحشني يا كريم. هخلص اللايف وهخش اشوف انت كتبت لي، انا شايف قدامي بس هخلص واخش. ما عندكش يا استاذ محمود جروب لعمرو دياب؟ بلاش محمد منير والنبي، يعني لو في جروب لعمرو دياب قشطة دخلني فيه. بحب عمرو دياب. حاضر يا كريم والله هرد عليك والله العظيم، انا نفسي اجيلكم يا كريم والله ونتجمع كلنا زي زمان كده. الكلب عندك بيقرش ويعور نفسه كذا مكان. طيب اولا هتحميه بستيال شامبو غسول مع بيتادين، وهتشوف تكشف عليه تشوف دي حساسيه ولا ايه، بس عشان هي ممكن تبقى حساسيه، لو حساسيه كلمني وانا اقول لك علاجها ايه. انا عارف ان انت بتحب منير يا استاذ محمود، والله انا ما بحبوش، انا عارف انت بتحبه، انا ما بحبش محمد منير. انا عارف والله، وتحترم جدا والله، وراجل محترم، محمد منير محترم جدا، بس انا ما بحبوش. الاحسن من الزيت هستعمله زيت السلمون، ده طبيعي احسن، وهيخلي شعره بيلمع برضه وهيظبطه لك يعني، او اوميجا 3 برضه شغال، وممكن الاثنين لو كلب كبير مفيش مشكلة، أهم حاجة تسرح الكلب. أنا مش مهم عندي الكلب يبقى شعره طويل على قد ما يبقى شعره كويس، يعني كل ما هتسرحه مثلا لو هو في موسم القلش ولا حاجة سيبه يقلش، سيب الشعر يتسرحه وينزل الميت ويطلع شعر أحلى وهكذا مع الديدان طبعا. أنت هتخليني أحبه؟ أنا بحبه عشانك أنت، أنت حبيبي والله، أنت حبيبي. انت حبيبي والله يا استاذ محمود، انا بحب محمد منير عشانك انت. في حد عنده اي استفسار تاني بخصوص الجراوي ولا نلم العده ونروح؟ بس احلى بدا اصلا مش عايز يخلص. حبيبي مفيش حاجة تانية؟ مفيش حد عايز يسأل حاجة تانية؟ عشان بنقفل ونروح ونلاقي ايه؟ الرسايل. أنا شخصية ما بتحبش الكتابة، أنا بحب أطلع وشي في وشي كده، إنما الكتابة بقى أقعد أشرح مش هنخلص، فاهم؟ لا أقدر والله أقدر. دورنتال يعني، هو دورنتال بصراحة اللي هو اللي مش مضروب الكويس وتجيبه عند الدكتور الكويس ده كويس احسن من البشر يعني. حبيبي يا استاذ محمود والله انت الاحسن يا باشا، ربنا يخليك. بلاش رزالة، لا والله يا عم هاجيلكوا والله يا كريم، هاجيلكوا حبيبي والله العظيم، انا بقالي سنين ما جيتش، هاجيلكوا بس عزمني على سحلب زي ده.
حد عنده اي استفسار بره الجراوي، بره موضوع الجراوي؟ في حاجة أخيرة عايز أقولها على موضوع تطعيم الكلاب. يفضل، وده من وجهة نظري الشخصية وما بتعارضش مع حد فيها، يفضل إن حضرتك لما تيجي تطعم الجرو يا ريت ما تودوش عند دكتور بيطري، طعمه، هات التطعيم اشتريه وطعمه أنت، أو خلي الدكتور يعمل لك زيارة منزلية، والافضل انه يكون قبل مواعيد العياده. على فكره ده عن تجربه شخصيه والله، وده رايي الشخصي، يعني الافضل لما الدكتور حتى البيطر يجي يطعم عندك البابيز بتقعد في البيت يكون قبل العياده مش بعدها. ليه؟ عشان ما يبقاش فيه اي انفكشن، هو هينقل لك ممكن عدوى وكده. انا لا اعارض اي طبيب بيطري تماما، بس انا رايي ان التطعيم ده يا اما عليك بتجيبه تطعمه وتطعم كل الجراوي في وقت واحد مع بعض، يجي لك قبل مواعيد العياده بتاعته يطعم لك الجراوي ويروح العياده بتاعته، علشان تبقى ضامن على الاقل بنسبه 70% ان مفيش اي حاجه ممكن تحصل، ومفيش حاجه اسمها جرو يستحمى قبل ما يطعم، مفيش حاجه، سوري انا اسف، مفيش حاجه اسمها